وبركاته. أعزائي التلاميذ، طبتم وطاب يومكم. إن شاء الله اليوم غادي نكون مع التصحيح لجزء الموجات من الامتحان الوطني لسنة 2013. التمرين اللي كيتكلمنا على ظاهرة الحيود أولا، ثم كيتكلمنا على العلاقة اللي كتجمع بين عرض الهدب المركزي L وعرض الفتحة A. إذا ما نطولش عليكم، مباشرة نمشيو للسؤال رقم 1. نضيء السلك بواسطة منبع اللازر، فنلاحظ على الشاشة بقعة للحيود. نرمز لعرض البقعة المركزية بالرمز L. أولا، ما طبيعة الضوء الذي تبرزه هذه الظاهرة؟ تبرز الظاهرة المشاهدة طبعا أن للضوء طبيعة موجية، وهذا الشيء طرقنا له في الدرس. اللي ما شافش الدرس ممكن يرجع له، راه كاين في القناة. لأن مادام أن وقعتنا ظاهرة حيود وأننا شاهدنا بقع على الشاشة، فهذا يعني أن الضوء غير من شكله، والأشياء التي تغير من شكلها أثناء تجاوزها فتحة صغيرة كتكون عبارة عن موجات. السؤال الثاني، أوجد تعبير طول الموجة لندا بدراسة D و L و A، علما أن تعبير فرق الزاوية بين الوسط البقعة المركزية وأحد طرفيها هو تيتا كيساوي لندا على A. لدينا العلاقة الأولى، هذه معطاة مسلمة، تيتا كتساوي لندا على A، وانطلاقا من الشكل كنعرفوا بأن إذا عندنا هذا هو الفتحة وهذا هو الهدب المركزي، فالعلاقة اللي كتجمع ما بين المركز وأحد أطراف الهدب المركزي راه هي الزاوية تيتا. وقلنا على ان التانجون دو تيتا راه كيساوي انه هو هذه المسافه هذه من هنا لهنا، هذه كامله بالنسبه لنا راه ال، وبالتالي تكون هذه هي ال على 2، وهذه المسافه هذه راه تمثل المسافه دي، راه هي ال على 2 على دي، اذا هي ال على 2 دي. وفي حاله تيتا صغيره غادي يكون عندنا ديك الساعات ان التانجون دو تيتا كيساوي لنا تقريبا تيتا، يعني ان تيتا غتكون كتساوي لنا هي ال على 2 دي، وغتساوي لنا في الوقت لندا على A. اذا من هنا غيبان لنا بان لندا كتعبير ديال لندا كيساوي لنا هو ال في A مقسوم على 2 دي. اذا هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين لندا بدلاله دي و ال و A. السؤال الثالث، نستعمل اسلاكا ذات اقطار مختلفه ونقيس بالنسبه لكل سلك العرض ال للبقعه المركزيه، نحصل على المنحنى الوارد في الشكل 2 هو اللي كيبان لكم في الشاشه، والذي يمثل تغيرات العرض L بدلاله 1 على A. اذا في هذا المنحنى عندنا تغير ديال العرض L بدلاله 1 على بدلاله 1 على A. اذا هذه الداله اللي كنشوفوا عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم، اذا تكون عباره عن داله خطيه. اذا ممكن نقولوا حسب المبيان وحسب المنحنى عندنا L كتساوي لنا واحد العدد نسمي انا M في 1 على A. هذا بالنسبه لنا معامل الداله، يعني معامل التناسب في هذه الحاله، معامل التناسب ومعامل الداله. لحقاش هنا علاقه التناسب بين L و 1 على A، تناسب طرادي، لحقاش عطانا داله خطيه. وعندنا من العلاقه السابقه، من العلاقه السابقه على ان L شنو ممكن تساوي لنا L، جدا الطرفين على جدا الوسطين يعطينا هي 2 دي في لندا مقسوم على A. ملي كنقول مقسوم على A يعني محله مضروبه في 1 على A، بحال قسمت على A، واضحين؟ وبالتالي هنا غيبان بان هاد العلاقتين متشابهتين، L كيساوي لنا واحد العدد في 1 على A، في 1 على A. اذا هاد العدد هذا العدد اللي هو 2 دي في لندا راه هو العدد M اللي كيمثلنا معامل التناسب، وبالتالي غنمشيو نخرجوا حنا معامل التناسب من المبيان. إذن M شنو غيساوي لنا معامل التناسب من المبيان؟ هو دلتا L على دلتا ديال 1 على A، يعني فرق الأرتبين على فرق الأفصولين. إذن M غيساوي لنا هو دلتا L. ناخدو جوج نقاط من المنحنى مثلا، غناخدو 56 ناقص 28، طبعا هنايا عندنا الوحدة منساهاش الميلي متر، مقسومة على 1 على A، 56 عندها 8 ناقص 28 عندها 4، وهنا الوحدة المليمتر أس ناقص 1، ننتبهوا الوحدات مزيان. إذا M هاد المعامل شنو غيبقى يساوي لنا؟ راه هو 7 مليمتر أس ناقص 1، ملي طلع الفوق غتولي هي المليمتر في المليمتر هي المليمتر أس 2، أس 2، ننتبه مزيان لهاد المسألة. إذا لقينا معامل التناسب، إذا هاد العدد 2 دي في لندا غيكون كيساوي M، جيد. إذا لندا غتساوي لنا هي M على 2 دي، وبالتالي لندا غتساوي لنا هي M هي 7 ملم مربع، عقل معايا،
مقسوم على جوج في الدي، والدي عطاونا شحال؟ هي 5.54 متر. هنا الفوق عندي مليمتر مربع، مليمتر مربع باش نرجعو المتر مربع غنضربو في 10 أس ناقص 4، إذا اللوندا غتساوي هنا راه هي 6.31 في 10 أس ناقص 5 متر. إذا تقريبا اللوندا كتساوي لنا 631، 631 10 أس ناقص 7 متر. هذه هو طول الموجة لوندا. نمر الآن إلى السؤال الثاني. كيتكلمون هنا على الطاقة ديال الفوتون. احسب بالوحدة الكترون فولت الطاقة او للفوتون المطابقة لهذه الموجة. كنعرفوا حنا نعلم ان او كتساوي لنا هي اش تبتس بلانك ضربة في نو، مع العلم ان السيت تساوي ماذا؟ لوندا في نو. وهذه العلاقة ديال الدرس الاخير اللي كاين في المقرر ديال الذرة وميكانيك نيوتن. اذا او غتكون كتساوي لنا هي اش تبتس بلانك مضروبة في السي على لوندا. كتطبيق عادي، او تساوي اش، عطاونا قيمة ديال اش هي 6.600 او 63 في 10 اس ناقص 34 مضروبة في السي اللي هي 3 في 10 اس 8 مقسوم على اللوندا اللي حسبناه سابقا، ولقيناها كتساوي لنا 6.31 في 10 اس ناقص 5. اذا اجينا او تساوي طاقة كتساوي لنا هي 3.15 في 10 اس ناقص 21 جول. بغينا نحولوها الالكترون فولت غنقسموا هذه على 1.6 في 10 اس ناقص 19، اذا او غتكون كتساوي لنا هي 1.97 في 10 اس ناقص 2 الكترون فولت. نمر الى السؤال الاخير. نقوم بنفس التجربه ونضع مكان السلك بالضبط شعره شعره قطرها دي. يعني خلينا نفس التجربه، خلينا ديك المسافه اللي ما بين الشاشه والسلك ولا الحاجز هي نفسها، خلينا نفس الشعاع الأحادي اللون، خلينا نفس التجربه، فقط شدينا بدلنا هذاك السلك اللي كان عندنا حطينا بلاصتو شعر سلك، رجعنا بلاصتو شعره قطروها دي. اذا فالشعره هنا غتكون كتلعب نفس الدور اللي كان كيلعبو السلك في ظاهره الحيود. اعطى قياس عرض البقعه المركزيه الملاحظه على الشاشه القيمه ال بريم كتساوي لنا 42 ملم. كنعرفوا بان هناك علاقه ما بين عرض الشق و ال. حنا كنعرفوا نعلم ان اللي وصلنا له قبل سابقا ان ال كتساوي لنا 2 دي لوندا على ا. من هنا نستخرجوا حنايا ا عرض الشق اللي عطينا هو 2 دي لوندا على ال. في الحقيقه هاد ا عرض الشق غيكون هو نفسه دي، هو غادي يكون هذا بالضبط غيكون قطر شعرات الخيط، قطر الشعره. اذا فدي غيكون كيساوي لنا هو 2 في 5.54 في لوندا اللي حسبنا، لقينا لوندا شحال كتساوي؟ لقيناها 6.31 في 10 اس ناقص 5 على ال. ال بريم اللي لقاو ال بريم عفوا اللي لقاو هي 42 ملم في 10 اس ناقص 3. بعد ما نجمع العمليه الحسابيه غادي نلقاو بان الدي كتساوي لنا 1.66 في 10 اس ناقص 2 متر. إذا هكذا نكون سالينا الحل ديال التمرين ديالنا. شكرا على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله.